قال مستشار الديوان الملكي محمد التويجري مرشح المملكة أمام المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية في جنيف أن العالم يمر بتغييرات كبيرة أثرت على انسياب التجارة، مبينا أن المنظمة في حالة ركود والإصلاح ليس خيارا بل ضرورة قصوى. ومن خلال رؤيته المستقبلية لإدارة المنظمة أكد التويجري على أهمية بناء الثقة وتمكين المرأة في وضع استراتيجيات المنظمة. المملكة العربية السعودية رشحت شخص لديه خبرة كبيرة في القطاع الخاص في شركات عالمية مهتمة بالتمويل والتجارة، وفي نفس الوقت لديه خبرة حديثة جدا في موضوع إعادة الهيكلة والتحسين والتطوير. فهذا ما تحتاجه المنظمة حقيقة يعني، وهذا اللي يميز المرشح السعودي عن باقي المرشحين. وشدد مرشح المملكة على أهمية التركيز على النجاحات وبشكل مستمر، لافتا إلى أن القدرة على الاستجابة للمتغيرات أهم معايير النجاح للمنظمة مستقبلا، مبينا أن نظام التجارة متعدد الأطراف يخدم الجميع ولا بد من تعزيزه، وشدد على ضرورة أن يتبنى المؤتمر الوزاري القادم منهجية تباحث أكثر حيوية وفاعلية، موضحا أن التجارة الإلكترونية ملف حيوي لا بد من الاهتمام به. المملكة أيضا دعمت المنظمة وهي شريك تجاري قوي جدا لكثير من دول العالم، وفي رئاستها لمجموعة العشرين هذه السنة كان في هناك يعني جهد كبير جدا للحصول على الدعم السياسي من دول العشرين لما يهم المنظمة من إصلاحات ضرورية. فنحن نتكلم على شركاء كثيرين جدا حول العالم، علاقة المملكة فيهم جيدة جدا، نتكلم على مرشح لديه أجندة واضحة تهم المنظمة في هذا الوقت بالذات في هذه الظروف الصعبة، ونتكلم على أجندة أيضا إن شاء الله دعم سياسي كبير. في لقائه بالصحافة الدولية أكد المستشار في الديوان الملكي محمد التويجري مرشح المملكة لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية على ضرورة التركيز على إصلاح المنظمة. وأضاف التويجري في مؤتمره الصحفي بمقر المنظمة بجنيف أن العالم يمر بتغييرات كبيرة أثرت على حركة التجارة، وأن الحلول لإصلاح المنظمة تكمن في إصلاح الإدارة والقيادة. خطة طموحة تقدم بها مرشح المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية من أجل بناء استراتيجيات واضحة لإعادة المنظمة إلى مسارها الطبيعي. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، منظمة التجارة العالمية، جنيف.